من بداية الشهر إلى آخر الشهر. طبعا القراءة طاقتها مفتوحة، يعني ممكن تنطبق على البعض مدة أكثر من شهر، والبعض الآخر شهر، لكن إحنا رح نوجه طاقة القراءة لمدة شهر. أيضا القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن أنت خذ من القراءة فقط الإشي اللي بيناسبك، الإشي اللي بيفيدك. خذ الإيجابي من القراءة واترك السلبي، يعني مش ضروري تركز على الأمور السلبية. بالأول والأخير أنت يعني قادر على تغيير مجرى الأمور، هاي فقط قراءة بالطاقة الحالية اللي رح تظهر، لكن ممكن الطاقة تتغير. يعني القراءة مثل دائما رح تكون للوجه الشمسي والقمري الطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج السرطان، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك أو تكون مشابهة لطاقتك. بدنا بس ناخد كروت للتوضيح وبعدين نبلش القراءة. بنبلش بقراءة السرطان أو بطاقة برج السرطان الحالية. عم شوفك كتير صبور مع الشخص اللي عم تتعامل معه، أنت محطوط أنت وهالشخص بوضع صعب أو بوضع يمثل تحدي بالنسبة لإلك وبالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه. كارت patience، فأنت عم تتحلى بالصبر حاليا، أو عم تحاول تكون صبور أكثر للعلاقة وبالتواصل مع هالشخص. عم شوف أيضا عم تحاول تتعاطف مع الوضع أو تتعاطف مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه، مع التواصل، لأنه عندك The Empress Card، وعندك أيضا Page of Cups. يعني عم شوف عم تحاول تنظر للأمور بطريقة شوي عاطفية أكثر، لأنه بالماضي أنت حتحكم على العلاقة كنت بطريقة قاسية، أو عم تحسب لهالشخص على أصغر الأمور ولهالعلاقة لأصغر الأمور، ولكن عم شوفك عم تتحلى بالصبر. بدك تكون صبور، لأنه المشكلة إنه أنت كنت عم تحكم على هالشخص أو هالعلاقة، إنه عندك King of Swords، هو إنه أنت كنت مشوش. عندك Eight of Swords، فأنت كنت في وضع مشوش فيه عاطفيا، عقليا حتى، وبتحس إنه أنت في مطرح إنه بدك تاخد قرار بين شيئين، بين شخصين، بين طريقين، أو بين إنك تضل مع هالشخص أو تترك العلاقة مع هالشخص. فالبعض منكم هاد هو السبب اللي كان عم يخليك تحكم على الأمور أو تحاول إنه تحل الأمور بطريقة. الوضع اللي بينكم بيتطلب الصبر، عم شوف، مشان هيك انت عم تتحلى بالصبر هون، patience، عم تحاول تكون صبور، عم تحاول تكون متفهم اكتر لطبيعة العلاقة اللي بينكم او لظروف الشخص اللي انت معه. الشخص اللي او طاقة الشخص اللي انت عم تتعامل معه، فينيكس رايزنج، عم يمر بتغيرات هالشخص. هو أيضا عم يحس إنه هو بمفترق طريق، أو عنده شخصين عم يحاول يختار منهم، قرارين عم يحاول يختار منهم. ربما الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شخص قديم
وشخص جديد. ممكن أنت تكون الشخص الجديد وهو لسه عالق بتفكيره بالشخص القديم. عم شوف إنه أنت عم تحس إنه هو عم يعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى، وأنت مش عم تحكي، أنت عم تكون كتوم. عم تشوف إنه هو عم يعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى. ممكن طبيعة العلاقة، ممكن أنتوا ما تكونوا أصلا بعلاقة مع بعض، مشان هيك صعب عليك إنه أنت تحكي وتعبر عن مشاعرك لهالشخص. لأنه عم شوف أنت أيضا عم تراقب الأمور من بعيد، عم تراقب الشخص شو عم بيساوي، ما هي اختياراته. يعني دائما عم تراقب الشخص من بعيد، دائما بتشوف إنه أنت بيجوز بتشك بهالشخص كتير، أو مش كتير بتوثق فيه، في عندك مخاوف داخلية تجاه نوايا هالشخص واختياراته، ودائما بتحس إنه في طرف ثالث، إنه في امرأة أخرى أو رجل آخر. لأنه بأغلب الكروت أنت دائما بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا آخر، أو بتكشف تواصل مع شخص آخر، فأنت دائما وكأنك بتكبس عليه بالجرم المشهور يعني أمامك بيكون. ولكن أغلب الأشياء اللي بتحسها، عم شوف طاقة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضا، لأنه هي طاقته بالأول والأخير، فهو أيضا بيحس بيشك وبيحس إنه أنت معك شخص آخر، وهو أيضا بيحب يترقب من بعيد. ولكن عم شوف الشخص اللي أنت عم تتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق، ما بيحب الإيل والآل، لأنه Ace of Swords يعني شخص دغري بالحكي، شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي. إنه Temperance، شخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي. عم شوف بالماضي، بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو انخدع فيها وانجرح فيها، ومشان هيك أيضا شخص بيشك كتير، أو شخص دائما بيكون مترقب أو متأهب أو دائما خائف من شيء معين. خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان. سيكشوال ارت، عم شوف انت عم تحس بانجذاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه، وعم شوفك بالمستقبل ايضا مش رح تحكي، يعني رح تخلي اغلب ارائك، اغلب معتقداتك، يعني في جوا داخل نفسك، عم شوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك، رح تتأمل في العلاقة من بعيد، ورح تحاول تفهم العلاقة من بعيد. توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي، عم شوف كان أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل، أنا عم شوفك منطوي على نفسك. ممكن أنت انجرحت من هالشخص، أو جرحك الوضع إنه هو معه أشخاص أخرى، أو
ممكن عم تحس إنه في أشخاص أخرى بالصورة، فهالإشي خلاك تنطوي على حالك من جوا. ولكن عم شوف بالمستقبل أنت بدك بدايات جديدة، إنه عم شوف عندك Ace of Cups أيضا، فأنت بتطمح إلى بدايات جديدة مع هالشخص. بنيتك أنت بدك تكون مع هالشخص، أو بدك على الأقل الأمور تتصلح بينك وهالشخص وتكون في بينكم بداية جديدة. The Hermit card، هالكرت طلع عندك مرتين، هالكرت نفس هالكرت، فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك. أيضا The Moon card، أيضا Nine of Swords، برج السرطان، طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم. The Moon card بتحكي عن الأسرار أو عن الأشياء المخباية، عن الأشياء اللي ما بتحكي، عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور. عم شوفك معذب كتير بأفكارك الداخلية، فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص أو بهالشخص. عم تفكر كتير، وأغلب الأفكار أفكار سلبية للأسف، مخاوف داخلية، ومش رح مش عم تحكي فيها. يعني The Moon card، أغلب الأشياء اللي عم تحسها عم تخليها لحالك. وأنا عم شوف إنه هالشخص عنده Ace of Swords، يعني هالشخص بالتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح، يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي لك على طول. ولكن أنت كتير كتوم، شخص كتير كتوم، ف ممكن تكون أنت عم تحكم على هالشخص، لأنه أنا عم شوف إنه هو صادق معك بالحكي. أو إذا سألته عن إشي عم شوف إنه هو عنده، يعني ما بحب الإيل والقال، يعني بيعطيك الجواب من الآخر، فما عم شوف إنه الشخص بيكذب عليك. ولكن أنت طاقتك كتير غامضة يا برج السرطان، يعني كتير كتوم، تطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل سيناريوهات أو إشي في يعني في راسك، عم تتخيل أشياء مش عم بتصير ومش عم تحكي فيها لهالشخص. خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل. هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس إنه هو هو اللي عم يحط مجهود أكتر بالعلاقة. عم شوف إنه هو بيحس إنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك، دائما هو اللي حركته مستمرة تجاهك، دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره ومدى عواطفه تجاهك، على عكسك أنت. أنت كتير غامض وكتير كتوم، حتى إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص ما عم شوفك مش عم تبين لهالشخص نهائيا. وهو أيضا the chariot card، عنده the chariot card بتتبع برجك أنت السرطان، فالشخص عم يفكر فيك كتير، يعني حتى بخطوته القادمة أو بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير. أيضا Ace of Pentacles، Ace of Pentacles بتحكي عن بدايات، ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة معك يستثمر فيها أو يحط مجهود فيها. ممكن إذا أنت وهالشخص بعيدين عن بعض، ممكن هالشخص يبذل المجهود في إنه يلتقي فيك، مجهود مادي من نوع ما لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك. ممكن يكون في سفر لحتى يشوفك أيضا، لأنه هل هيدا عندك أنت Ace of Cups، يعني أنت الاستثمار اللي عندك أو أنت الإشي اللي عم تفكر فيه
عاطفي أكثر، هو الإشي اللي عم يفكر فيه أو الخطوة اللي رح يقوم فيها مادية أكثر، رح يكون فيها نوع من المادة أكثر. أيضا عم شوف في كتير passion تجاه الشخص، يعني من ناحيتك wheel of fortune، two of cups بيعتبرك soulmate. أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك. الأوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير إيجابية، فهو بيشوفك soulmate. ممكن البعض منكم أيضا يكون في ارتباط، إذا أنتوا أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة، ارتباط بالعلاقة. إذا أنتوا في علاقة يعني رح يصير في تطور، خطوبة، زواج، لأنه استثمار مادي عندك هون، في تقدم، في حركة تجاه الشخص. هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص. أيضا كارما، هالشخص بده يكون، عم شوف أغلب الأوراق إيجابية معك، بده يكون منصف معك، لأنه هالشخص بيآمن كتير بالكارما، أو بيآمن كتير بفكرة إنه الإشي اللي بتحطه بيرجع لإلك. فهو عم شوف إنه عم يحاول على قدر المستطاع إنه ينصف الوضع اللي بينكم، أو ينصف العلاقة اللي بينكم، أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك، لأنه هو بده هالإشي. هو بصراحة مش عاجبه إنه أنت شخص كتير كتوم هون بمون، لأنه هو بيشوف إنه كتير منفتح تجاهك، يعني بيحكي لك، إذا سألته بيحكي لك على طول شو هو، بيعطيك زبدة الأمور يعني، بس أنت كتير غامض، كتير كتوم. بالنسبة لطاقتكم المشتركة take your mask off أو your masks، فأنتوا الاتنين بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك، أنت لابس قناع، أو حتى أنتوا الاتنين لابسين قناع مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض. انت عم تبث صورة معينة، وهالشخص ايضا عم يبث صورة معينة. في عندكم صراع على السلطة، في ايضا اشتياق كتير للاشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض. في عندكم عم تحس باشتياق بطاقتكم المستقبلية، رح تشتاقوا لبعض، مشتاقين لبعض، البعض اللي مش عم يحكي مع بعض. عندك عروض حب أيضا بالمستقبل مع هالشخص. عم شوف إنه في حدا رح، في عندك عرض حب من هالشخص. عم شوف هو اللي رح يقوم بخطوة تجاهك. انت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف انه انت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك، بس هو عم شوف، عم يفكر بالتزام، عم يفكر بارتباط تجاهك. فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك. الشادو سايد، طبيعة العلاقة بينكم عم تظهر، عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص، عم تخليك تواجه ذا شادو سايد تبعك. أيضا لهالشخص يعني العلاقة بينكم ممكن أيضا تكونوا توين فليمز أو توأم شعلة، إحنا بنحكي عنها. ممكن تكونوا توأم شعلة، بمعنى إنه أنتوا كأنكم مرايات لبعض. أنت اللي بتحس فيه هالشخص أوتوماتيكلي على طول بيحس فيه، فأنتوا طاقتكم مرايات لبعض.
بارلر مواجهة لبعض. ففي عندكم عم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك ذا شادو سايد، عم تطلع فيه أيضا ذا شادو سايد، عم تجبرك التواصل بينك وبين هالشخص، عم يجبرك إنه تتعامل مع مخاوفك الداخلية، تجبركم إنه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية ومخاوف إنه في الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين، بين عمل وبين هالعلاقة، عم يحاول إنه يوفق بين شيئين، وفي طرف آخر عم يحاول إنه يتخذ قرار، في شخص متردد. أنا بتوقع إنه أنت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة أو بخصوص هالشخص، يعني أنت اللي متناقض، صعب عليك إنه تاخذ قرار. هل الخطوة المستقبلية بينكم، طبيعة العلاقة اللي بينكم رح تجبرك إنك تتعامل مع أمور أنت كنت عم تحاول تتهرب منها أو عم تحاول إنه ما تواجهها، أشياء صعبة فيك، لأنه أنتو التواصل اللي بينكم تواصل توأم الشعرة بيكون تواصل صعب عادة. أيضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن يعني، فمشان هيك ممكن يكون بعض الأمور صعبة عليكم. أنتو بتطلعوا من بعض لأنكم بتعاكسوا بعض، يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة. هذا هو طبيعة الكونكشن مع توأم الشعلة، بيكون مؤلم، بيكون صعب إنك تطلع اللي جواك، يعني يصير في تطهير للعلاقة، يصير في تطهير لحتى لروحك for your soul بطريقة مؤلمة. فأنا بتوقع إنه إذا في لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل، إذا في أشياء أنت عم تكتم فيها، مش عم تحكي فيها، عم تخبيها، شخص كتير كتوم برج السرطان هون، رح تجبرك هالعلاقة وهالتواصل، رح يجبرك إنه أنت تتعامل وتتصرف مع الأمور اللي عم تتجنب إنك تواجهها. ولكن عم شوف حبيبك أو الشريك عم يفكر إنه يقوم بخطوة جدية تجاهك، لأنه عم شوف إنه أغلب أوراقه أو أوراق التزام وارتباط. أوكي حبايبي برج السرطان، بتمنى القراءة.